غريب الأطوار تقريبا ده اسمي. غريب الأطوار، من ساعة ما عيت على الدنيا وأنا دايما بيتقالي الاسم ده من وأنا طفل. ناس كلهم بيقولوا إني غريب، إني مش زي باقي الأطفال، تصرفاتي مش تصرفات طفل أبدا، فطلع عليا لقب غريب الأطوار. طبعا غريب الأطوار، فبالتالي ما كانش ليا أصحاب، أصل مين هيصاحب طفل بمواصفاتي؟ أهلي تعبوا في تربيتي جدا لأني ما كنتش طفل عادي في نظرهم. خليني أوضح لك الموضوع أكتر. من وانا عندي حوالي 4 5 سنين كنت بحب طعم دمي جدا، كنت بتسلل من ورا امي وادخل المطبخ اعور دراعي بالسكينة وافضل امص دمي. كنت بحب الضلمة بشدة لدرجة ان كان بيجيلي فوبيا ودوخة من النور. اطفال كلهم كانوا بيخافوا من الضلمة وبيحبوا النور الا انا، كنت عكسهم تماما. كنت بروح اقول لابويا ان في شخص طويل ولهف على نفسه قماش اسود مغطي جسمه كله ووشه مظلم جدا لدرجة اني حتى مش قادر اوصف ملامحه كانت عاملة ازاي. ساعات كان بيتريق عليا وساعات بيستغربني، ساعات امي بتوشوشه وتقوله ما انت عارف معتز مخه مش طبيعي. كانت فاكراني مش بسمعها وهي بتوشوشه، بس انا كنت بسمعها. بالمناسبة انا اسمي معتز طبعا، او بمعنى اصح كان اسمي معتز. مش عايز بقى الاحداث. اهلي عرضوني على كذا دكتور نفسي، وكالعادة الدكاترة بيكتبوا على شوية ادوية كده وكنت باخدها، لكن مفيش طبعا اي فايدة، اكاد اكون بزيد اكتر. ولما بقيت 7 سنين لحد 10 سنين الموضوع زاد جدا، بقى اقرب مكان لقلبي والمكان اللي برتاح فيه نفسيا هو الحمام. كنت دايما كل فترة بشوف خيالات في اوضتي، اسمع اصوات، صوت حد بيتنفس جنبي. الغريب اني ما كنتش بخاف اطلاقا، من ساعة ما وعيت على الدنيا وانا بشوف حاجات في اعتقادي انها مألوفة، لكن في اعتقاد اي طفل تاني اكيد لا. اقولك بقى الاغرب، كنت بكره صوت الاذان جدا وبكره القرآن، كنت بحبش اسمع اي اذان او قرآن او حتى تكبيرات صلاة العيد، ما كنتش بحبها. كان ابويا بيعلمني الصلاة وكان بيخليني اصلي بالعافية وببقى بعيط وانا بصلي لاني كاره الصلاة. كل ما اقوله اني بكره الصلاة كان بيديني العلقة التمام بعصايته. عصيته كده كانت خشب وكبيرة، علقة اللي تخليني احرم اقول كده تاني، لدرجة اني بقيت امثل اني بصلي قدامه. مش بس كده، كنت بكره اي حاجة ليها علاقة بالديانات المسيحية او حتى اليهودية، اللي فين وفين ما كنت بعرف او اسمع حاجة عنهم. يعني وصلت لسن 15 سنة وانا بالشكل ده، الناس بيخافوا مني لما بمشي في الشارع، بيشاوروا عليا وبيهمسوا من غير ما اعرف بيقولوا ايه. بس كل الكلام اللي انا حكيته ده مش هو اللي عايز احكيه، ده مجرد ممكن اقولك مقدمة بسيطة عني. دلوقتي انا عايز اقول اهم من كل ده. احداث قصتي بتبدأ من اول ليلة خفت فيها في حياتي كلها، من بعد فترة الطفولة اللي كنت عديم الاحساس فيها. اول مرة في حياتي احس برعب واعرف معناه لما كان عندي 15 سنة وكنت نايم في اوضتي بدون اي مقدمات. فتحت عينيا والدنيا كانت ضلمة كحل، مجرد بس القمر جايب بصيص من الضوء، لاني كنت فتح الشباك عشان اشوف ساعتها ان في مخلوق جسمي. معرفش اصلا لابسني ولا لا، لاني ما كنتش حاسس بجسمي ولا شايفه كله، وشه في وشي، نفسه في نفسي. طبيعي طبعا لو اي حد منكم اتعرض للموقف ده هيصوت هيجري، بس انا مش هقول لكم ان صوتي ما كانش طالع، لاني باختصار كنت عبارة عن جماد. جماد في روح مش اكتر، جماد بس بيحس. كان جسمي مشلول بالمعنى الحرفي. عارف حالة الجاسوم اللي بتيجي للناس الطبيعية بتستمر دقيقة او اتنين لما تكون بتصحى من النوم ومش قادر تتحرك وتحس ان في حد بيخنقك؟ انا كنت اكتر من كده، والوضع استمر 10 دقايق. وخليني اوصف لك الكائن البشع ده. هو كائن كان عبارة عن هيكل عظمي وفوقيه طبقة من الجلد متقطع ولزج بينقط الدم من كل حتة. بقه كان كبير جدا، مش بق مخلوق طبيعي اصلا، كان نص وشه عبارة عن بق، ما كنتش شايف عنده مناخير، كان مكانها عظم بارز. اما عينه فكانت طبيعية جدا، طبيعية لدرجة اني شايفها كاملة، شايف العين نفسها، كرة العين نفسها كلها خارجة من التجويف بتاعها. عينه بيضة، النني بتاعها كان لونه احمر بيميل للتوهج. انا ما كنتش فاهم في الاول ايه ده، وبعد ما الوضع ده استمر لفترة بدأ الكائن يتراجع وبدأت أحس إني بتحرر وقادر أحرك وأتصرف. وتصرف من شخص بيقولوا عليه غريب الأطوار، رحت عند الشباك وعملت نفسي هنط منه، لأن لما حاولت أجري لقيت الوحش ولا الجن ده واقف عند باب الأوضة مانع أي محاولة للهروب ليا. الشباك كان هو الحل. كنا بالمناسبة عايشين في الدور الخامس، بصيت للكائن ده وقعدت على الشباك عشان ألاقيه فجأة.
بيهجم عليا وبيزقني. كنت هقع لكن لحسن الحظ مسكت بايدي في سور الشباك. كنت خلاص مش قادر، دراعي اضعف من اني اتحمل وزن جسمي. بدأت ضوافري تتكحت في السور والازاز. في النهاية استسلمت ونطيت، جسمي اترزع في الارض. حسيت بألم فظيع في جسمي كله، لكن اللي ادركته ساعتها، ايه ده، انا عايش ممتش. لقيت نفسي بقول بشكل لا ارادي، الحمد لله الحمد لله انا كانت ساعتها اول مرة اقول في حياتي الحمد لله. ما كملتش حتى كلمة عايش عشان تصدم اني مش في شارعنا. بمجرد ما شفت المكان اللي انا فيه كنت حاسس ان قلبي هيخرج من جسمي من كتر سرعته. عرقت جدا من حرارة المكان. انا في مكان غريب وكئيب، عذبت وحشة. انا كنت في مكان زي ساحة رملية فيها عواميد مشتعلة نار، ما كانش فيه سما، او بمعنى ادق نظري مش جايب مستوى السما. رقبتي فيها جزء من الشلل لدرجة اني مش قادر ارفعها لفوق عشان ابص ايه اللي فوقية، لكني بدأت زي المجنون اجري اجري في المكان مش لاقي اي مخرج، لحد ما بدأت اصدع. مناخيري وبقي وداني فضلوا ينزفوا دم. فجأة حسيت بتغير في حالة الجو، حرارة اشد من اللي انا كنت فيها، كأني دخلت فرن. الشكل بدأ يتحول وحصلت عاصفة قوية في المكان، وساعتها معالم المكان بدأت توضح لي اكتر. المنظر كان كالآتي، قدامي زي كرسي بس كبير يعتبر عرش، وقاعد عليه شخص عملاق جدا حوالي 5 أضعاف البني آدم العادي. بشرته كانت سودة تماما، عينه زي عيون البشر العاديين بس فيها تبريقة ممكن تجيب لواحد قلبه ضعيف سكتة قلبية. ضوافره كانت طويلة جدا، عضلاته ضخمة، لف حوالين جسمه شال كبير مغطي أغلب مناطق جسمه. شال لونه بني وتقيل مكتوب عليه باللون الأحمر كلمات بحروف غريبة عربية بس مش عارف أقراها، ومرسوم عليها مثلثات ودوائر ونجوم. شعر راسه كان كثيف جدا لدرجة انه نازل ومغطي جزء من رقبته. حسب مستوى رؤيتي انا ما شفتش ودان ليه، لانها مكانها كان في قرنين. ايده الشمال ماسك بيها عصاية طويلة وموقفها بشكل طولي. مجمل المنظر لحد دلوقتي انا معرفش انا اتحملته ازاي. بدأت اتراجع لما شفته. قال لي لا تخف لا تخف يا خاكوح، انا لن اؤذيك، انا لا اؤذي عشيرتي او خدمي او فردا من قبيلتي. صوته كان عامل زي صوت فحيط تعبان، صوته كنت بحس ان هو بيخرم ودني. بدأت بارتعاش اتهتف في الكلام واقول له خاكوح خاكوح مين، انا اسمي معتز. لقيته بيبص لي وعينه بتبرق اكتر وبيبتسم ابتسامة خبيثة، بيحرك راسه يمين وشمال كأنه بيقولي لا كلامك غلط. ترعبت جدا، جسمي كله كان بيترعش وبعرق، عايز اهرب من الموقف ده بأي طريقة، لدرجة اني غمضت عيني عشان اتجنب النظر ليه. لكن اتفاجئت اني شايف وانا مغمض. أيوة شايف بس الصورة أبيض وأسود، لكن لما بغمض بشوف كائنات حواليها تانية، كائنات بتقرب مني. لما بفتح الكائنات دي بتختفي، كائنات شبه البني آدمين لكنهم في حجم الفار مثلا. أرجع وأغمض عيني تاني ألاقيهم قربوا مني خطوات زيادة تاني، وأفتح ألاقيهم اختفوا. والشيء الضخم ده بصص لي بخبث، بدأت أقول يا رب يا رب. كنت بعيط ساعتها، تقريبا دي كانت المرة الوحيدة اللي دعيت فيها من قلبي. لقيته بيقول لي اصمت، لا تقل اسمه أمامي، كن صريحا مع نفسك من طفولتك وأنت لا تحب ولا تدعيه، إنه عدوي وعدوك أيضا. بصيت له واتخرست ما اتكلمتش. قال لي لا تخف يا خاكوح، نحن سنخرجك من هنا مثل ما جئنا بك تماما، لقد جئنا بك إلى هنا. أنت الآن وسط أهل الأرض مع عائلتك في بيتك الأبدي، وهو مسكن قبيلة حفيد إبليس العاشر وجميع الأبالسة. أما عن حقال فهذا هو خادمي المخلص، أرسلته إليك في غرفتك في صورته الغير حقيقية، وكل مرة سوف تراه فيها اعلم أنك ستراني بعدها. ما تكلمتش زي ما أنا عمال هز راسي مش أكتر، علامة لأني سامعه يعني. صوته كان عالي جدا وعلى أكتر مرة واحدة، وبقى في رهبة أكتر وبيقول اسمع يا خاكوح، خلال 3 أشهر ستصبح واحدا منا وستنسى ماضيك تماما، فقط يجب عليك إتمام 7 مهام التي سوف نكلفك بها لكي ننهي عهدي، وإذا رفضت أو لم تستطع إتمام مهمة واحدة فقط منهما لن نقتلك، بل سوف نجعلك تقتل نفسك وتذهب بنفسك إلى الهلاك. أنا كل ده واقف بتنحله وقلت له حاضر حاضر، بس اتوسل اليك ارجوك رجعني شقتي. اصل وقتها انا ما كانش قدامي حل غير ان انا اقول له كده.
قال لي بنفس صوته اللي كان بيدمر أعصاب جسمي كلها: أنت الآن سوف تعود إلى غرفتك وسوف تستيقظ من نومك. لا تظن أن ما رأيته حلم، لا إنه حقيقة، وانتظر ظهوري القادم لإخبارك بأول مهمة. بدأت أتراجع لدرجة إني بقيت شبه بجري بظهري وأنا باصص له لحد ما وقعت في حفرة ضلمة وضيقة. التراب كان عمال ينزل عليا وبقيت شبه بتدفن. التراب خنقني، مبقتش عارف أتنفس. سمعت صوت من بعيد، ما كانش غريب، بينادي عليا: يا معتز، اصحى يا معتز، يلا قوم البس عشان المدرسة. صوت أمي وهي بتصحيني عشان أروح مدرستي. صحيت طبعا وانا مخطوط جدا، كمان كنت حاسس ان لسه في تراب على جسمي، حاسس بحرارة المكان العين اللي كنت فيه. امي لقيتها بصيت وقالت لي: مالك يا حبيبي، وشك اصفر وعينك حمرا ليه كده؟ دخلت الحمام من غير ما ارد عليها، وهي ما زعلتش مني، ما انا بالنسبه لهم طفل غريب بقى ونادر ما بتكلم. بعيدا عن صعوباتي في الخروج بالنهار والفوبيا عندي من ضوء الشمس، مش هتكلم كتير عن كل ده. لكن عدى اليوم الدراسي ورجعت من المدرسه وانا في بالي حاجه واحده بس: الحلم اللي حلمت بيه امبارح. الحلم ده فكرت فيه كتير، جت لي فكره اني ادور في جوجل عن تفسير الحلم او عن المكان الغريب اللي كنت فيه. وفعلا مسكت موبايلي طبيعي جدا وبدات ادور، بدات اقرا الاتي بالظبط: عدم الصلاه قبل النوم تتسبب في الكوابيس، وتكون هذه الكوابيس من صنع الشيطان، لان الشيطان ينام بين اذرع النائم اذا لم يصلي قبل نومه، وقد ياتي الشيطان للانسان في منامه على هيئه صديق او شخص يعرفه او ثعبان او عقرب. يعني كان كلام مقنع، بس انا مش مقتنع او انا رافض اصدق. بدات ادخل واقلب بين صفحات النت بين موضوع والتاني وانا عمال اقرا بدون اي مقدمات. اتنفضت من مكاني وصرخت: اللي شفته، عارف الفيديوهات بتاعت زمان، المقالب، الفيديو اللي يكون ماشي عادي وفجاه يظهر وش مرعب. يا ريت ده اللي حصل. لا، حصلت حاجه ابشع. ما كانش فيه فيديو، كنت بقرا كلام على شاشه طبيعي جدا، وظهر في جزء من ثانيه شكل مرعب مفزع، شكل مش غريب عليا. الشكل اللي ظهر على الشاشه ده هو نفس الشخص اللي كلمني في حلمي وكان قاعد على عرشه امبارح، بيبص لي من الشاشه بكل غضب. كانت افزع ثانيه في حياتي كلها. بدون وعي رميت الموبايل من ايدي على طول، ما كنتش عارف اعمل حاجه. كنت لازم اهدى، كنت لازم انام، لازم اهرب من اللي شفته ده باي شكل، لازم ما افتحش الموبايل تاني ولا احاول ادور عن تفسير للحلم اللي شفته ده، مش عايز اعرف تفسير. بدات فعلا في محاوله للنوم ونمت، لكن المرة دي ما صحيتش فجأة ولقيت حقال زي المرة اللي فاتت ولا حاجة، بس حلمت كابوس ما فهمتش معناه إلا بعد فترة. حلمت إن أمي وجدي، والد أمي، ماشيين في طريق أول مرة أشوفه، وجنبهم واحدة ست قصيرة، كانت قصيرة شوية ولابسة أسود في أسود، مش قادر أميز أي حاجة من ملامحها. الحلم كان مشوش، كل اللي أقدر أميزه هو أمي وجدي ومكان غريب. بدأت أركز في تفاصيل المكان عشان أتصدم إنها ترب. الصورة في الحلم بتشوش أكتر وأكتر، وشايف أجسام أمي وجدي والست دي بيختفوا بالتدريج عند قبر معين. عايز أجري وأنادي عليهم لكن مش قادر، وفجأة بدون أي مقدمات صحيت من النوم وصرخت بأعلى صوتي. كان طبيعي في الوقت ده أمي وأبويا اللي يدخلوا الأوضة، ولكن الغريب واللي مكنتش متوقعه إن جدي هو اللي دخل الأوضة. معرفش بقى، على صدفة مثلا إني أحلم بيه حلم غريب وأصحى ألاقيه داخل، خاصة كمان إنه مش عايش معانا. دخل يقول لي: مالك يا حبيبي، حلمت بكابوس، مالك، وورا امي وابويا جايين بيقروا قران عليا. قلت لهم: بس ما بحبش القران، اسكتوا. جدي بص لي نظره قلق وفي نفس الوقت نظره وضوح شويه كده، كانه عارف انا شفت ايه. قال لي: احكي لي شفت ايه كده في منامك. صوتي كان بيقطع وجسمي كان عرقان وسخن. بدات اقول له: شفتك انت وماما ماشيين في تراب، جنبكم واحده ست قصيره لابسه اسود. في نفس الثانيه لقيت امي وجدي عينيهم وسعت وشهم اتخض، حسيتهم بدأوا يترعشوا كده، لكن ما قالوش حاجة وحاولوا ما يبينوش ده. لكن سمعت جدي وهو بيهمس في ودن أمي بيقول لها الميعاد صح، 14 ربيع أول يا سعاد. جدي بدأ يستجمع كلامه وقال لي: ما تخافش يا حبيبي، مجرد كابوس مزعج، قوم اغسل وشك ويلا بينا عشان تتغدى. بدأت نبرة صوته تتغير شوية وهو بيقول لي: وخلي بالك من نفسك كويس يا معتز. خرج من الأوضة ووراه كانت أمي بنفس اليأس اللي كانوا فيه وعلامات استفهام كتيرة باينة على وش أبويا، أما أنا فكنت قعدتي لا أبالي. أبويا شغل لي التلفزيون عشان أتفرج على أي حاجة تخرجني من مود الكابوس ده. قال لي: أمك وجدك حسن بره في الصالة، أنا رايح شغلي، عندي وردية ليل، لو احتجت أي حاجة قول لهم، أنت مش صغير، أنت 15 سنة، نكبر بقى كده ونبقى رجالة يعني.
حركت دماغي فوق وتحت كده بتعبير اني موافق على كلامه يعني، ولبس ونزل. انا قمت دخلت الحمام عشان اغسل وشي، لكن اول ما فتحت باب الحمام ولسه داخل سمعت صوت جدي جاي من الصاله بيقول لامي اهدي خلاص اهدي يا سعاد، هنتصرف والله، هنجيب شيخ يتصرف، ما تخافيش احنا معانا ربنا. قلت له اهدى ايه بس، ما انت السبب يا بابا، انت عارف الحلم اللي شافه معتز ده العلامه الاولى، معناه انها مش ناسيه ومش هتنسى، وخلاص كلها 3 شهور كل اللي قالت عليه هيحصل. يا ريتني ما سمعت كلامك، يا ريتني ما سمعته. قال لها يا ريتك ما سمعت كلامي ايه، امك هي السبب وانت عارفه كده كويس، ما تجيبيش اللوم عليا انا بقى. انا ممكن اتحمل جزء من الغلط، بس الغلط الاكبر كان بسبب امك. بمجرد ما سمعت الكلمتين دول قفلت باب الحمام وخرجت الصاله. قلت لهم انتوا بتتكلموا عن ايه؟ الاتنين اتخضوا واتلخبطوا في الكلام. قلت لهم قولوا بتتكلموا عن ايه، لازم اعرف. معلش انتوا بتتكلموا عني بتقولوا ايه؟ جدي قال لي بص انا هحكي لك بس بشرط تيجي معايا مشوار. قلت له مشوار ايه؟ قال لي هنروح لشيخ صاحبي اسمه شيخ صادق، الشيخ ده هيشوفك عشان هو نفسه يشوفك، لان دايما بحكي له عنك ومن زمان هو نفسه يشوف حفيدي. قلت له شيخ وهيقرا قران؟ لا 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 مش موافق. قال لي يا حبيبي مش هيقرا قران، احنا نشرب كوبايتين شاي معاه ونتكلم سوا وخلاص، وبعدين انا بصراحه مش هحكي لك احنا كنا بنقول ايه عليك الا لما تيجي معانا. جدي بيعاملني ان طفل متصور ان طالما تصرفاتي غريبه يبقى لسه ما كبرتش، بس ايا كان هطوعه عشان اعرف كانوا بيقولوا ايه عليا. وبالفعل تاني يوم نزلت انا وهو وخدنا مشوار حوالي 1.5 ساعة، ودخلنا منطقة كانت راقية شوية كلها جناين وزرع، كنا على حوالي الساعة 9 بالليل. طلعنا عمارة وخبط جدي حسن على الباب، فتح له شخص ما يعني يبدو ان قد جدي في السن كده، سلموا على بعض وكان الترحيب كبير قوي من الشيخ صادق ده لجدي. بص الشيخ صادق عليا وفجأة ابتسامته اتحولت لتكشيرة وقال لي ازيك يا معتز؟ قلت له كويس تمام. دخلنا وقعدنا في الصالة عنده، قال لي بدون أي مقدمات ليه بتحب الحمام؟ ليه مش بتحب الصلاة؟ ليه مش بتحب ربك؟ فضلت ساكت. قال لي تعرف إيه عن ريانة؟ قلت له معرفهاش. ريانة مين؟ قال لي بص يا ابني أنا هصارحك، أنت بشري ولكن مش كلك بشري. قلت له مش كلي بشري إزاي؟ قال لي أنت نصك من بني الإنس ونصك من بني الجن، انت نصك بشري ونصك شيطاني، انت تركيبة غريبة اول مرة اشوفها. صحيح جدك حكالي عنك كتير، ومن خلال فهمي ودراستي لتصرفاتك استنتجت ان جزء من روحك هي روح شيطانية، من خلال رؤيتي ليك اتأكدت كمان من ده. سمعت من جدك كلام كتير بقاله 16 سنة ويمكن اكتر، بيحكيلي عنك من قبل ما تتولد حتى. قلت له بيحكي لك عني قبل ما تولد؟ قال لي مش بيحكيلي عنك انت بالظبط. بص بص الحكايه دي بالتفصيل جدك او والدتك اللي تحكيها لك، لكن انا كل اللي هقوله لك انك يا ابني مش مريض نفسي ولا حاجه زي ما كل الناس فاكره. كل حكايه ان روحك البشريه مش كامله، فيها جزء من روح شيطان. اغلب الناس اللي بيكرهوا القران والكتب السماويه او اللي بيتصرفوا زيك بتبقى ارواحهم عاديه، روح بشريه كامله بس مسكونه بروح شيطاني، يعني روحين في جسم واحد، روح شيطان وروح انسان، انما انت روح واحده جامعه بين الاثنين. وده فسر حاجات كتير زي كرهك للقرآن، حبك للدم، دول صفات إبليس والشياطين، حبك للحمام مسكن الجن والشياطين في بيوتنا. ابتسمت، ومن المرات القليلة جدا في حياتي اللي ابتسم فيها ابتسامة فرحة. بصلي جدي والشيخ باستغراب، قلت للشيخ على فكرة الموضوع ده يعني فرحني قوي، مينفعش أكون شيطان على طول؟ قال لي يا معتز اللي بتقوله ده؟ عايز تكون شيطان ليه؟ قلت له بصراحة يعني كاره البشر، كره البشر وطريقتهم عليا ووصفي بصفات بكرهها، يعني حاسس ان لو بقيت عفريت او جن وشطان محدش هيعرف يتريق عليا. قال لي جدي وده يا حاج حسن اكبر دليل على كلامي، حفيدك معتز نصه البشري بيتجسد في شكله وهيئته البشريه بس، اما نصه الشيطاني بيتجسد في شخصيته وتصرفاته وافعاله، بس للاسف انا مش هقدر اعمل اي حاجه او اساعدك الا في الميعاد المناسب. جدي قال له ايه الميعاد المناسب يا شيخ صادق؟ قال له لما الملعونه ريانا تبدا تنفيذ وعودها، تنفذ وعودها هي وخدمها، وقبل الوقت ده مش عايزك ولا انت ولا سعاد ولا معتز يقربوا منها، لان ريانا من اكتر الناس المخادعه اللي بيعرفوا يستعملوا الايحاء والتنويم المغناطيسي في السيطره على اي شخص واقناعه بفكره معينه. ريانا مش كل اسلحتها جن، ريانا اذكى من كده، ريانا تقدر تبرمج عقلك من اول وجديد عن طريق خداعك بلغه الجسد، نبرة الصوت. خلي بالك يا حسن ما تحاولوش تتحدوها الا في الوقت المناسب اللي اقول عليه. وكمان قلت له معلش في المقاطعة بس هي مين ريانة دي؟ بصلي الشيخ صادق وقال لي اصبر يا ابني هتعرف كل حاجة في وقتها، انا مش مهمتي احكي لك.
انا كل ده مستحمل عشان خاطر اعرف جدي وامي كانوا بيقولوا عليا ايه وكانوا يقصدوا ايه بالعلامة الاولى. هل معناه اني احلم حلم زي اللي حلمته تاني قبل كده؟ والحلم ده اصلا معناه ايه؟ امي مش تعيط من حاجة قليلة او حاجة بسيطة اكيد يعني، ما انا لازم اعرف. فضلوا يتكلموا شوية مع بعض عني في كلام مش حابب اني اذكره وخلصت المقابلة. روحت البيت انا وجدي، بمجرد ما دخلنا من الباب قلت له انا رحت معاك للشيخ صاحبك زي ما اتفقنا. احكي لي بقى انت وماما تعرفوا ايه عن الحلم، ويعني ايه العلامة الاولى، وليه ماما كانت بتعيط. كتم بقي بسرعة وقال لي شش، استنى دلوقتي، اسكت انت، ابوك هنا ولو سمع الكلام اللي بتقوله ده هتبقى مصيبة. بص انا هبات معاك الليلادي، وبكرة الصبح ابوك عنده وردية في المستشفى، اول ما ينزل احكي لك. بصيت له كده بصة كأني بقول له ماشي هوافق بمزاجي يعني. خرج ابويا من الاوضة وقال لي ها يا ممتاز يا حبيبي، اتبسطت في العشاء مع جدك في المطعم. ساعتها عرفت ان جدي وامي مفهمين ابويا ان احنا رايحين نتعشى، وما كانش يعرف اي حاجة عن موضوع الشيخ زي ما هو غالبا ما يعرفش اي حاجة عن الحلم الغريب بتاعي. بصيت لجدي نظرة استغراب، راح قرصني في ظهري كده على اساس اقول لبابا ايوة. قلت له ابتسامة صفراء اه يا بابا الاكل كان جميل كان حلو. سبتهم ودخلت اوضتي، وكالعادة سهرت بالليل. جدي نام هو وامي، وابويا كنت قاعد على الكرسي باصص من الشباك بتأمل ارض الشارع، عايز افهم هل الحلم اللي شفته دوت حقيقة ولا لا، وانا كنت تحت الارض بجد يعني. وعهد ايه؟ والعهد ده علاقة بكلام الشيخ؟ والسؤال الاهم، هل فعلا انا نص بني ادم ونص شيطان؟ عمال افكر مع نفسي، واثناء التفكير حسيت بايد سخنة على كتفي. ما تخضتش لاني متعود من صغري اشوف مخلوقات عايشة معانا في البيت، مخلوقات انا بس اللي بشوفها. لفت وشي لقيت حقال، نفس المخلوق ولا الخادم بتاع البني ادم الضخم اللي كلمني في الحلم. حقار بدأ يقرب مني، وبدأ يقرب ووشه في وشي، خارج منه حرارة شديدة وبيبصلي بعينه، عينه في عينيا، نفسه في نفسي، سخنيته بتقشعر جسمي، فتح بقه ونفخ في عيني عشان أبدأ أحس بدوخة وزغللة في عيني. الصورة بالتدريج بتوضح قدامي زي ما توقعت، لقيت الشخص المجهول صاحب الجسم الضخم قاعد على الكرسي بيبصلي، لكن المرة دي أنا مخفتش منه لدرجة إن أنا نفسي استغربت، زي ما يكون كنت عايز إنه يجي تاني. بس الفرق إني كنت في أوضتي المرة دي، لقيته قاعد على عرشه في أوضتي. قال لي مرحبا بك يا خاكوح، جئت لك اليوم لأخبرك بالمهمة الأولى. قلت له خاكوح مين؟ قال لي أنت خاكوح، اسمك هو خاكوح، أنت بني الجن وليس بني الإنس، مهمتك الأولى لإتمام العهد ولكي تصبح فردا من عشيرتي مكتوبة في هذه الورقة. لقيت حقال بيديني ورقة وحاجة زي السكينة أو خنجر كده، اه هو فعلا خنجر بس لونه كان ذهبي ومنقوش عليه اشكال لوشوش غريبة ملامحها تخوف شوية. وبعدها بيروح حقال للشخص ده بينحنيله زي ما يكون بيقوله ننفذ الامر. بصيت في الورقة كانت لونها بني، عبارة عن ورقة قديمة زي ما تكون من مئات السنين، زي ورق البردي كده، مكتوب عليها بخط اسود المهمة الاولى لاكتمال الروح الشيطانية الناتجة عن عهد حفيد ابليس العاشر، احضار قطة سوداء، احضار خمسة شموع، احضار الخنجر المذهب، الدخول الى الحمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وعدم انارة اي مصابيح، فقط اشعل الخمسة شموع، شمعة بكل ركن وشمعة امامك مباشرة، ثم الوقوف امام مرآة الحمام، ثم اذبح القطة بالخنجر المذهب بعد قراءة العزيمة البرهاتية عليها المكتوبة في الجزء الخلفي من هذه الورقة، ثم كتابة هذه العزيمة على المرآة بدم القطة وقراءتها مرة أخرى من المرآة. إذا نجحت سيكملون لك الجزء الأول من روحك الشيطانية بداخلك وستشعر بهذا، أما إذا فشلت فلن يحضروا لك، وإن لم يحضروا اعلم أنك في اللحظات الأخيرة من عمرك، معاد تنفيذ المهمة غدا الواحدة بعد منتصف الليل. وبعد ما خلصت قراية الورقة بصيت تاني على الشخص ولا الشيطان الضخم ده، لقيته اختفى وملقتش حتى حقال. الأوضة رجعت زي ما هي، بس سمعت صوته كأنه بيتكلم من بعيد، قال لي ولا تنسى إن لم تستطع تنفيذ مهمة واحدة من عهدي أو رفضت تنفيذها سوف نجعلك تذهب بنفسك إلى طريق الهلاك. تستغربش لو قلتلك إني بقيت عايز الوقت ساعتها يعدي بسرعة، عشان عندي إحساسين متناقضين، عايز كل حاجة تنتهي وحاسس إني عايش في كابوس، وفي نفس الوقت المهمة الأولى من العهد اللي هنفذها متشوق ليها ومتحمس أنفذ السبع مهمات، متحمس أبقى جني أو شيطان أو واحد من القبيلة بتاعتهم اللي معرفهاش أصلا لحد دلوقتي، وفي نفس الوقت عايز أبقى واحد من البشر. أنا بجد مش قادر أفكر، بس الوقت كان كده كده بيعدي وهيجي الميعاد وهنفذ المهمة الأولى. عدى النهار، أجل التفكير في موضوع الحلم وسأل جدي عنه، وهو أصلا ما صدق وحسبني إن أنا نسيت لدرجة إنه اتهرب وروح بيته أساسا. بس أنا كان عندي حاجة أهم أفكر فيها، حاجة لو ما عملتهاش هموت على حسب كلامه.
المهمة الأولى من عهد حفيد إبليس العاشر. وجال الليل نزلت عشان أدور على قطة سودا، وفي خلال ساعتين تدوير في صفايح الزبالة فضلت أجري ورا قطة لحد ما جبتها ومسكتها، لكنها دفعت عن نفسها وخربشتني. مسكت طوبة كبيرة ضربتها على دماغها، بقت شبه مش قادرة تتحرك. جبت كيس أسود من الشارع وحطيتها فيه، طلعت وخبيت القطة في أوضتي واستنيت كام ساعة لحد ما أبويا جه من بره، هو وأمي ناموا، وقبل الميعاد بدقايق بسيطة رحت أوضتهم أخدت المفتاح وقفلت عليهم بالمفتاح. كده أضمن طريقة إنهم لو صحيوا ما يشوفوش أنا بعمل في الحمام. دخلت الحمام وخرجت القطة، كويس إن لقيتها لسه عايشة، كانت بتطلع في الروح تقريبا من ضربة الطوبة دي، غير إنها ما كانتش عارفة تنفذ جوه الكيس. بصيت في المنبه اللي أخدته معايا الحمام عشان أنفذ المهمة في ميعادها بالثانية، وجت الساعة 1 بالظبط. ولعت الخمس شموع، كل شمعة حاططها في ركن وشمعة قدامي زي ما كان مكتوب في الورقة. بالفعل كنت طفل أنوار ساعتها. فتحت الخنجر المذهب وقبل ما أذبح القطة قريت العزيمة البرهاتية اللي كانت مكتوبة على ظهر الورقة. فليكم فليكم أمنكم أمنكم حليف حليف وليكم وليكم أنزعوا حذاركم البصر بعيد ويبلغكم بلسان ويسألكم عن حوائجي فهو محيط بكم أنا أدعوكم تأتوني مشنعين 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 محقبا عظيم برهدين التهيير الكريم تدليل تدليل طراف طراف مسجل مسجل تنقب البرهاشة البرهاشة المخطير تنعود البرهجان المنشرخ براولة كيدا أدعوني مشنعين 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 الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة بعد ما خلصت قرايه وبدون اي مقاومه من القطه اللي كانت شبه ميته ذبحتها بالخنجر، دمها غرق الحوض. بدات احط صوابعي في دمها واكتب العزيمة على مراية الحمام. قريت العزيمة من تاني، وبعد ما خلصت قراية العزيمة الخمس شموع نارهم طلعوا زي الصاروخ لفوق، وبدأ حجم النار يكبر والنار بتتشكل على هيئة أجسام، والأجسام بدأت تقرب مني. أصبح حواليا خمس أجسام، واحد مسك دماغي، والتاني مسك إيدي اليمين، والتالت مسك إيدي الشمال، الرابع مسك رجلي، والخامس مسك رجلي الشمال. الغريب إني مكنتش حاسس بأي حرارة ولا حتى سخونية، كأنهم نار لكنهم مفيش اي سخونية او صهد. بدأ كل واحد منهم يضغط على المنطقة اللي ماسكها، وكل ما يضغط اكتر يبدأ جسمه ينكمش اكتر ويتحول لدخان لونه اسود. الدخان ده بيخترق جسمي من المنطقة اللي ماسكها، سواء دماغي او ايدي او رجلي، بيدخل جواه. كل ما الدخان يدخل جوا جسمي بحس بقوة اكتر، لدرجة اني اصبحت حابب الشعور ده. تحول الكائنات دي لدخان ودخول الدخان جوا جسمي اصبح شيء ممتع بالنسبة لي، لحد ما كلهم تحولوا لدخان بالتدريج والدخان دخل جوايا ونارهم اللي كانت منورة الحمام اتطفت. اخدت نفس عميق، بقيت لوحدي تماما في الحمام وسط الضلمة وسط القطة الميتة والشموع. ايقنت ساعتها اني نجحت في المهمة الاولى حسب كلام الكائن العملاق ده. بيني وبينك فرحت، معرفش ليه، يمكن عشان قربت خطوة من التحول لشيطان كامل، ولا يمكن عشان لو كنت فشلت كانوا هيودوني لطريق موتي برجلي. ايا كان، بس شعور الفرح حلو. حاسس بانفاس حواليا في الحمام، حاسس ان حد بيبصلي وسط الضلمه شايفني وانا مش شايفه. عارف في الاحساس ده اما تبقى لوحدك في الضلمه بس في نفس الوقت تحس انك مش لوحدك، لما تحس ان حد بيبصلك، لما تحس ان حد نفسه في نفسك او حد بيتنفس جنبك، لدرجه انك بتحس انه وراك. بمجرد ما تخيله بتعرق، ضربات قلبك بتدق وجسمك بيقشعر. انا كنت حاسس بكل الحاجات دي وانا في الحمام، بس عادي كعادتي طفل غريب الاطوار زي ما بيقولوا عليا كنت حاسس بيهم، بس مش فارق معايا ده. انا حتى كنت قاعد مبتسم وهادي جدا، نور الحمام مطفي، نور الطرقه منور، وشايف من تحت عقرب باب الحمام شخص واقف، لكن مستحيل الشخص ده يكون ابويا او امي لاني قافل عليهم بالمفتاح. بدات اشجع نفسي وبكل هدوء قمت وفتحت الباب، ما لقيتش اي حد. نورت نور الحمام عشان الاقي ان كل حاجه رجعت كما كانت بالظبط. الورقه اللي مكتوب فيها العزيمه والمهمه اختفت، جثه القطه اختفت، الخنجر الذهبي اختفى، حتى العزيمه البرهاتيه اللي كتبتها بخط ايدي على مرايه الحمام مش موجوده، حتى الشموع كمان ما لقيتهاش، كان مفيش اي حاجه حصلت اصلا. والحاجه الوحيده اللي ما اختفتش هي المنبه اللي خدته معايا الحمام ساعتها. بصيت فيه لقيت ان الساعه 2، ساعه كامله بنفذ فيها المهمه الاولى. خرجت من الحمام وفتحت بالمفتاح باب اوضه امي وابويا وحطيته مكانه، ورحت انام في اوضتي. حلمت حلم ممكن اقولك انه نوعا ما اسعدني، هو بالنسبة للناس العاديين كابوس، لكن بالنسبة لي شخص نص بشري ونص شيطان هو حاجة عادية. الحلم ملهوش بداية، فجأة لقيت قدامي الشخص الاسود الضخم قاعد على عرشه بيقول لي
أنا فخور بيك، لقد أتممت أول مهمة من عهدي بنجاح. قلت له هو العهد ده اسمه عهد حفيد إبليس العاشر صح؟ قال لي أجل. قلت له طيب وانت ايه علاقتك وازاي بتقول عليه عهدك؟ قال لي انا اكون صاحب العهد، انا اكون الحفيد العاشر لابليس، لكني لا اظهر بشكلي الحقيقي. قلت له طب وليه مش بتظهر بشكلك الحقيقي؟ قال لي ليس الان يا خاكوح، عشيرتي وخدمي وعائلتي وابليس فقط هم من يستطيعون رؤيتي بمظهري الحقيقي، وانت ستصبح واحدا منهم. كنت فرحان، كنت فرحان اني بكلم شيطان من نسل ابليس واني هبقى من عشيرة ابليس. بص له قال لي استعد للمهمة الثانية بعد يومين عند استيقاظك من النوم اسفل سريرك. مش فاكر نهاية الحلم بالظبط، كل اللي فاكره واللي حكيته ده صحيت من النوم دورت تحت السرير لقيت بالفعل ورقة شكلها ما اختلفش عن اللي قبلها، كان مكتوب فيها الاتي: المهمة الثانية لاكتمال الروح الشيطانية الناتجة عن عهد حفيد ابليس العاشر الاحتفاظ بدرع قدرات من دماء العلامة الثانية اليوم، وعندما يأتي ميعاد تنفيذ المهمة اغلي نصف كوب ماء وضع به الدماء واقرأ السطور الموجودة في الجزء الخلفي من الورقة ثم اشرب الماء بالدماء. ميعاد تنفيذ المهمة بعد غد 12 منتصف الليل. بعد ما قريت الورقة دي حسيت شوية ان المهمة التانية اسهل بكتير من الاولى، لكن كانت في حاجة مبهمة بالنسبة لي. يعني ايه دماء العلامة الثانية؟ اول ما فكرت في كده سمعت صرخة امي جايه من بره، خرجت جري ناحيه الصاله لقيت امي غرقانه في دمها، دم عمال ينزل من بقها ومناخيرها وودانها، جدي عمال يقرا عليها القران وهي بتصوت وتقول العلامه التانية يا بابا العلامه التانية، اتصرف هياخدوه هياخدوه. بصيت لجدي حسن باستغراب قلت له انت جيت امتى يا جدو؟ قال لي بص انا من هنا ورايح هبقى معاكم على طول مش هسيبكم. بيكلمني وهو ماسك امي ودخلها الحمام، غسل لها وشها وبدا النزيف يخف عليها شويه. انا لوحدي في الصاله قدام دم امي اللي على الارض، مش محتاج ذكاء كبير يعني عشان افهم ان هو ده الدم اللي المفروض احتفظ بيه من غير ما حد ياخد باله. جبت ازازه ودخلت فيها كذا نقطه دم ودخلتها الاوضه بسرعه، واستنيت جدي وامي يخرجوا من الحمام، وفعلا اول ما خرجوا دخلت جاري الحمام عشان اغسل ايدي مكان الدم. بعد ما خلصت وخرجت من الحمام لقيت جدي بينظف مكان الدم وامي قاعده وعلى وشها جميع علامات الحزن والياس. بعد ما جدي خلص تنظيف قال لي معتز تعالى يا معتز. رحت له وبص لي بعمق وحزن قوي وقال لي صلي على رسول الله. سكتت وما ردتش عليه. قال لي ماشي ربنا يهديك يا حبيبي. كنت عايز تعرف بقى انا اعرف يعني الحلم اللي حلمته مش كده؟ بدات اهتم شويه واركز معاه. قلت له ايوه. قال لي والله لو كان كلام قليل كنت حكيت لك، لكن انت عارف اني كنت مريض والكلام الكتير غلط عليا. احكي له انت يا سعاد. فعلا بدات امي تحكي. مش هقول اني ندمانه او اقول يا ريت الزمن يرجع بيا لان دي حاجه انا اكيد بتمناها، بس ده مش موضوعنا. موضوعنا بيبدا من اكتر من 20 سنه من ساعه ما تقدم لي عريس اسمه اسماعيل. كنت عندي 22 سنه ساعتها، كان محترم جدا بيشتغل مدير الشركه ودخله كويس جدا، عنده شقه وحالته الماديه ممتازه، يعني باختصار كده عريس اي بنت تتمناه. طبعا ما كانش لاقي حد في الدنيا الا ابويا بعد وفاه امي في نفس السنه اللي العريس تقدم فيها. ابويا وافق وفرحنا كلنا واتفقنا على ميعاد الخطوبه، وجاي يوم الخطوبه فعلا. ولكن اسماعيل في اليوم ده اتاخر شويه، اتاخر جدا، اتاخر لدرجه ان المعازيم بدات تمشي، وساعتها ما كانش فيه موبايل او ما كانتش لسه الموبايلات انتشرت بشكل كبير زي دلوقتي. لقينا التليفون الارضي بيرن، بابا رد ولاحظت انه اتسمر في مكانه وجالي بخطوات بطيئه وهو مخضوض. سالته مين يا بابا اللي اتصل؟ قال لي شدي حيلك يا حبيبتي اسماعيل وهو جاي عمل حادثه بالعربيه ومات. ايماني وقتها ان ده كان عبارة عن قضاء وقدر وصدفة مش اكتر كان اكبر من اي شيء بالنسبة لي، ولكن بدأ ايماني يقل مع التاني خطوبة ليا. كنت مع شخص اسمه عادل، اتخطبنا والايام كانت ماشية عادية جدا لحد ما قرينا في الجرنان خبر بعنوان حرق شاب في العشرينات من عمره ومصدر الحريق مجهول، حاطين صورة عادل خطيبي والتفاصيل والطب الشرعي بيقول انه اتحرق في درجة حرارة فوق الـ5000. حادث غامض صدمنا كلنا طبعا، وعرفت ساعتها اني نحس بالبلد دي كده. وعدت حوالي سنتين وجه عريس تالت اسمه حسني. حسني ده ما كملش اسبوع من بعد الخطوبة عشان نسمع خبر انتحاره وانه رمى نفسه من الدور العاشر. الفترة دي كانت من اصعب فترات حياتي، فترة خطوبتي من رجالة ووفاتهم كانت ظاهرة فعلا غامضة جدا وملهاش تفسير. ومن بعد انتحار حسني كنت فعلا انعزلت عن العالم ودخلت في حالة اكتئاب. من بعد ما اتخطبت مرتين كمان وماتوا، واحد مات غرقان قبل فرحنا بايام، والتاني لقوا جثته متقطعه ومرميه في الشارع، كاني كانت عليا لعنه للي بيخطبني.
انه لازم يموت بطريقة بشعة، لدرجة فعلا ان اهل شارعنا طلعوا عليا سمعة واشاعة ان في لعنة هتحصل لاي حد هيخطبني. صعبت جدا على بابا وجالي وقال لي يا بنتي متقاسيش، موت اشخاص ما ينفعش يوقف حياتك، حياتك مش هتقف على شخص ولا اتنين ولا عشرة، انا عندي ليكي حل. بصيت له ساعتها بيأس وقلت له حل ايه يا بابا؟ قال لي الشيخة ريانة. قلت له مين الشيخة ريانة؟ قال لي الشيخة ريانة دي شيخة كبيرة جدا في السن، بتعالج بالقرآن وبتجلب الحبيب وبتفك الأعمال وبتعمل كل ده وهتخليك تتجوزي فورا. بصيت لأبويا بابتسامة استهزاء كده، قال لي تعالي بس جربي نروح، هنروح أنا وأنت في يوم مش هنخسر حاجة، يعني صابت خير وبركة، خابت قدر الله ما شاء فعل، هنعمل ايه؟ ومن يأسي إني مقداميش حل تاني وافقت. ما هو برضه 5 عرسان يموتوا لما يخطبوني مش حاجة منطقية برضه. الشيخة ريانة كانت في منطقة مجاورة لطنطا واحنا في القاهرة، فكان مشوار بالنسبة لي شوية. اخدنا اليوم ده من اوله من الصبح انا وبابا ونزلنا ورحنا لها، معرفش بابا جاب العنوان منين، ساعتها ما كنتش بهتم يعني. دخلنا في قرية بجوار طنطا بدون ذكر اسمها، هي قرية مشهورة جدا بس شكلها كان كئيب قوي، الناس فيها فقراء وشكلهم يصعب على الواحد، البيوت قديمة والاشجار ما فيهاش اي ورق، القرية شكلها عامل كده زي الصحراء. ولكن مشينا شوية لحد ما لقينا بيت اسود كبير زي ما يكون قديم ومحروق، كان شكله ملفت للانتباه. استنتجت ان ده هو بيت الشيخة اللي احنا عايزين نروح لها انا وبابا. بابا ساعتها بص في الورقة وقال هو ده العنوان يا سعاد. بابا بمجرد ما لمس الباب، لقينا الباب بيتفتح، مجرد ما جاي خبط على الباب اتفتح لوحده على اخره، كأن حد بيشده او بيتحكم في سرعته، لكن مفيش طبعا اي حد كان واقف. لقينا كرسي خشب قاعدة عليه واحدة ست شاورت لنا بايديها وقالت لنا تعالوا. كانت ست عجوزة قصيرة لابسة اسود في اسود، وسامحني في الكلمة كانت عورة، عينيها الشمال زي ما تكون مخرومة مثلا، عينيها الشمال كانت داخلة لجوه والشبكية اللي في عينيها حمراء، العين الشمال النني بتاعها اسود وطبيعي جدا، وشها فيه اثار لحروق باين انه مر الزمن عليها، جلد دراعها كمان كان شكله مش طبيعي. تجعيد وشها ونظرة عينيها ليهم رهبة رهيبة، مركبة حلق في نص شفتها السفلي، ودي حاجة أثارت اندهاشي وقتها. منظر البيت من جوه نفسه غريب، كان قدامها ترابيزة محطوط عليها ورق زي ما يكون محروق، قماش مكتوب عليه كلام غالبا هو كان بالعبري أو فارسي، أما الأرض فكانت بلاط من الصغير ده بتاع البيوت القديمة. الشموع كانت مالية البيت، شكل البيت الغريب كوم والريحة كوم تاني، ريحة البيت أبشع من إني أقدر أوصفها، زي ما يكون دخلت بيت فيه ميتين فعلا. كان في كراسي خشب حوالين الترابيزه اللي قاعده قدامها، قعدنا انا وبابا عليهم. بعد ما استاذناها كان في جثث خفافيش، على ما اظن كده كانوا غربان او خفافيش، وكان في كرباج متعلق على الحيطه زي ما يكون اثري كده برضو وشكله يشد الانتباه. المكان كله خلاني ابدا اتوتر وبدات ابلع ريقي بصعوبه. الاربع حيطان اللي كنا قاعدين وسطهم كل حيطه متعلق عليها كذا برواز لاشباه بني ادمين، ناس شكلها كان غريب جدا، ناس بقرون وناس من غير ادمغه وناس كلهم شعر، ناس زي ما يكونوا مشوهين ومحروقين اشكالهم مسوخ، بس الغريبه اني كنت حاسه ان كل برواز من اللي متعلقين كانه بيبص لي، كانه حاطط عينه عليا. بدات اقول في السر بسم الله الرحمن الرحيم، وبدات اقرا اذكار، وبصيت للشيخه ريانه قالت لي خلاص يا سعاد انت قبل ما تيجي هنا ما سالتيش عني، محدش قالك ممنوع قراءه اي قران او ذكر اسم ربك في بيت الشيخه ريانه؟ قلت لها معلش، هو ازاي حضرتك المفروض شيخه ومؤمنه بربنا وبتقولي الكلام ده؟ المفروض انك ما تقوليش الكلام ده يعني. برقت لي كانها والعياذ بالله تقبض روح يا ابني. بابا قال لها اسفين يا ستنا اسفين، راح موشوشني في ودني وقال لي اسكتي خالص خلينا نخلص عشان تتجوزي بقى. بس ثواني، هي عرفت اسمي منين؟ وهو ده السؤال اللي سالته لها. قالت لي انا مش بس عرفت اسمك، انا كمان عرفت جايالي ليه. لا ومش كده وبس، انا كمان عرفت سبب موت عرسانك. دهشت جدا من كلامها وكنتش مصدقها، يا ستي دي بتعرف تقرا افكار البشر ولا ايه؟ لكن من غلبي قلت لها بجد؟ طب قولي ساعديني انا حياتي متدمره. قالت لي بصي يا بنتي، انت في جن عاشق بيحبك ومش عايز اي راجل يقرب منك، وهيفضل يقتل اي عريس يتقدم لك حتى لو اصبحوا مليون. اتخض ابويا من الكلام وقال لها يا نهار اسود، جن وبيحبها؟ طبعا انت استاذتنا في الحاجات دي زي ما سمعتك سابقاكي، يعني قولي لنا الحل. قطعت بابا في الكلام، قلت لها طيب والجن ده جالي ازاي؟ واشمعنى انا بالذات رغم اني مؤمنه؟ قالت لي امك. تنحت وقلت لها نعم. مالها ماما؟ ابويا قال لها نعم امها اصلا ميته، ايه علاقتها بموضوعنا؟ قلت لها ما انا عارفه، ما ماتتش عادي، دي ماتت بسببه. قلت لها بسببه؟ ممكن توضحي كلامك شويه، انا مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه، عشان يتحول الحوار لجانب تاني تماما، عشان نسمع انا وبابا الكلام الصادم اللي ريانا دي قالته ساعتها. قالت نجلاء مراتك يا استاذ
كانت بتقرا دايما في كتب السحر والتحضير من وراك. كانت فاكره ان السحر ده حاجه بالسهل وانها هتعرف تسخر جن يخدمها بكل سهوله. هي عرفت تسخر جن لكن غلطت غلطه عمرها. انا مش هقدر اعرف هي غلطت ازاي بالظبط، مش كل الامور واضحه لي، بس اللي قدرت اعرفه ان الجن اللي سخرته عاقبها بموتها وخلى موتها بشع، ولا انت اخدت بالك منها ولا حتى الطب الشرعي، لان اللي من افعال بني الجن صعب يفهم بني الانس. بابا زعق وقال لها بعصبيه: ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ عيب كده؟ قالت له: عارفه ان الصدمه شديده عليك، لكن مش ده المهم، مش ده اللي انتوا جايين لي علشانه. بالنسبه ليك يا سعاد، امك هي السبب، لان الجن اللي سخرته ده بعد ما قتل امك كان طبيعي يؤذي نسلها، وده عادي على فكره في عالم الجن. دي في لمعلوماتك يعني، نسلها طبعا اللي هو انتي، لكنه ما اذاكيش. ممكن يكون شافك وانت بتتبهي بجمالك في المرايه مثلا، او شافك وانت بتغيري هدومك فاعجب بيكي، حبك يا سعاد، وعشان كده بيتسبب في موت عرسانك عشان عايزك تبقي بتاعته. بس كل ده انا سامعه الكلام ومصدومه ومتنحه. امي، معقوله امي كانت بتحضر جن؟ طبعا الصدمه الاكبر كانت باينه على ملامح والدي ساعتها. بص لها بابا وقال لها: طب تقدري تقولي لي انت عرفتي كل التخريف ده منين؟ قالت له: مش انا اللي عرفت، اللي عرف خدامي وهم بلغوني. بس واياك اياك اياك تقول تخريف او تستهزأ بكلامهم، انا بحذرك، دول زعلهم مؤذي فوق ما تتصور، مش هتقدر عليهم يعني. بصيت لبابا ساعتها بخوف واندهاش، وكان بيبص لي بنفس النظرات. قال لها: انت كدابه، انت كدابه، انا مراتي الله يرحمها كانت ست محترمه. وقفت وقالت له: اخرس، ما تذكرش اسمه قدامي، خدامي هيزعلوا، خدامي لو زعلوا بسببك مش هيرحموك. مسكني من ايدي وقال: يلا يا بنتي، شكلها نصابه ولا شيخه ولا بتاع. اخدني بابا من ايدي وفتحنا الباب وخرجنا. بمجرد ما خرجنا من باب بيتها قالت له: ماشي يا حسن، بس مصيرك ترجع لي تاني، ومصيرك تعتذر لي لما تدور في درفه الدولاب اللي مش عارفين تفتحوها من ساعه مراتك ماتت، عشان هي اللي كانت شايله المفتاح. اكسرها يا حسن، اكسرها وشوف اللي جواها، ساعتها هتعرف اني صح وهترجع لي عشان مصلحتك ومصلحه بنتك. وزي ما الباب شبه اتفتح لوحده، الباب برضه اترزع ورانا لوحده. الغريبه ان بابا كان مهتم جدا ومركز معاها، والاغرب كمان ان اول ما روحنا البيت بابا ما غيرش هدومه حتى ولا اتغدى، ده اول حاجه عملها انه مسك شاكوش وفضل يكسر ويخبط بالشاكوش في درفه الدولاب لحد ما كسرها. انا كنت واقفه جنبه، ما لقيناش اي حاجه غريبه جوه، هدوم امي والذهب بتاعها وبعض متعلقاتها. مسكها بابا وبص فيها، فضل يبوس الهدوم ويدمع ويدعي لماما ويقول: الله يرحمك كنجلاء. ساب الهدوم مطبقه زي ما هي وخرج من الاوضه، وقال لي: انا هروح انام شويه وابقى احط الدرفه المكسوره دي مكانها عشان شكل الدولاب بس، لحد ما اشوف نجار يجي يصلحها. قلت له: حاضر، ولكني مشتاقه لامي قوي. بدات امسك جلالبها وهدومها وافردهم واتفرج عليها اي حاجه من ريحتها، وحشتني. ايه ده؟ بابا جه جري عليا على صوت صرخه مني بيقول لي: في ايه مالك يا سعاد؟ في ايه بالظبط؟ شاورت له على الهدوم، قلت له: امسكها كويس، شوف الهدوم ايه جواها. مسكها بابا وفردها عشان يلاقي كتاب قديم، كتاب سحر اسمه السحر الاحمر، قال: اعوذ بالله. ايه ده؟ ايه ده؟ مسك بابا عباية تانية لامي وفردها عشان يلاقي كتاب مكتوب عليه: مرشد الانسان الى رؤية الجان. فضل يقلب في الهدوم وكل شوية يلاقي كتاب شكل: شمس المعارف الكبرى، تسخير الجان في منفعة الانسان، سحر الكهان في حضور الجان. لقيته بيقول كلام الشيخة ريهانة صح، نجلاء كانت بتمارس السحر في بيتي. يا خبر السويد، الله يحرقك يا نجلاء. قلت له: بس يا بابا خلاص، ما تعيش على ماما ارجوك، انا مش متمالكة اعصابي. قال لي: لا انت اخرجي، اخرجي من الاوضه لما نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. خرجت من الاوضه وانا وهو، وقال لي: بصي انا نازل هجيب واحد يتصرف، البسي كده تحجبتك واوعي تقربي ناحيه الاوضه، فاهمه؟ قلت له: حاضر يا بابا حاضر. بعدها نزل وفضلت مستنياه يرجع هو والشخص اللي قال عليه. كنت قاعده لوحدي مرعوبه، حاسه اني هدخل في دوام ملهاش اخر، لحد ما سمعت صوت تكات المفتاح في باب الشقه، والباب بيفتح وبيدخل بابا معاه راجل لابس جلابيه بيضاء ومربي دقنه، وشه بشوش شويه كده. بابا بيقول له: اتفضل اتفضل بيتك ومطرحك يا شيخ صادق. ودخل الشيخ ده وقال: السلام عليكم. رديت عليه السلام وقلت له: عليكم السلام، اتفضل حضرتك. قال لي: ازيك يا بنتي وازاي احوالك، ورحبنا ببعض. بابا قال له: تحب تشرب حاجه ولا تشوف الاوضه اللي حكيت لك عليها الاول؟ الشيخ صادق قال له: مش ضروري اشرب يا حاج، المهم بس وريني الاوضه عشان اخلص شغلي في اسرع وقت. ابويا قال له: تعالى معايا، ورحنا احنا الثلاثه ناحيه الاوضه. واحنا بنقرب من الاوضه الشيخ صادق لاحظ التوتر، وان انا وبابا كنا بنقدم رجل ونأخر رجل، راح قال لبابا: هات المفتاح هفتح انا. انا بابا ادى الشيخ المفتاح عشان يفتح الباب، وقبل ما يفتح وقف قدام الباب قعد يردد ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله عن يميني، بسم الله عن شمالي، بسم الله بين يدي، بسم الله من أمامي، بسم الله من خلفي، بسم الله من فوقي، بسم الله من تحتي، بسم الله من جميع جوانبي، بسم الله، بسم الله اكتفيت، وفي حرزه الحصين دخلت، وبحصنه المنيع احتجبت، وبأسماءه الحسنى كلها عائزا من شر شياطين الإنس والجان، وفتح ودخلنا. دخلنا كلنا وبدأ الشيخ يمسك الكتب اللي لقيناها، يبصلها ويبرق، يبص في أركان الأوضة وعلى السقف. كنت سمعاه بيقرأ قرآن في سره، سورة الجن، ايده بتترعش، وفجأة قال استغفر الله استغفر الله. ايه كل ده بقى؟ معقولة يا حاج حسن مراتك انت الله يرحمها كانت بتعمل كل ده؟ دي شركت بربنا. قلت له ليه؟ هي كانت بتعمل ايه بالظبط؟ وعرفت منين اصلا؟ الصدام بالنسبة لي انه قال تقريبا كلام مشابه بنسبة كبيرة لكلام الشيخة ريانة دي. قال ان امي سخرت جن لخدمتها، ولما عرفتش التعامل معاه وغلطت في شيء معين اتسبب في موتها، وحبني انا وان هو السبب في موت عرساني. اما بالنسبه لعرف منين، فهو قال لي ان دي شفافيه عنده وحاجه متعود عليها لما يشوف شكل الاوضه ويقرا بعض الايات في سره، بيحس دايما بالحقيقه وفي الغالب احساسه بيكون صح. ابويا قال له اتصرف، يعني مفيش حل، ما تقدرش تخلي الجن اللي بيحب بنتي ده يبعد عنها؟ قال له للاسف مش هقدر، الجن ده شكله شراني جدا، مش بعيد اموت انا كمان لو قربت من بنتك، بالاضافه لان ما عنديش طريقه اعالج بيها بنتك، لاني عمري ما عالجت حاله بالشكل ده. انا بعالج حالات مس وبتبقى بسيطه، كل اللي اقدر اساعدك بيه اننا نلم كل هدوم زوجتك ومعاهم الكتب واي حاجه في البيت تخصها، ونحرق كل ده مع بعضه، واحنا بنقرا الايات اللي هقولها لك. بالطريقه دي احنا مش هنموت الشر اللي موجود وسطنا، بس على الاقل هنمنع انه يزيد، فخلينا نمشي خطوه خطوه. وبالفعل بدأنا نلم هدوم أمي والكتب الملعونة دي وكل متعلقاتها. أنا كان قلبي بيتقطع وأنا بلم كل حاجة تخصها حتى صورها. يعني ليه القدر يخلينا نوصل للدرجات دي؟ ليه يحكم علينا القدر بكل ده؟ ليه أتحرم من أمي في عز شبابي وبعدها أكتشف كمان إنها كانت بتسخر جن وتسبب كمان في موتها؟ ليه أنا أتأذي بسببها؟ ليه ما اتجوزش؟ ليه مبقاش زي أي بنت؟ ليه حتى ما أقدرش أحتفظ بأي حاجة من ريحتها؟ وفي اجواء مقبضه ومحزنه انتهينا من تجميع كل اغراض امي وحطيناهم في صندوق. نزل بابا ومعاه الشيخ صادق عشان يحرقوهم. انا فضلت قاعده لوحدي في الصاله لحد ما المغرب اذنت. الدنيا كانت بدات تظلم، عارف لما تقعد لوحدك في الليل وتسمع تكات خشب او زي حاجه بتسمع صوت تكتكه، تحس ان في حد بيحوم حوالين المكان. بقيت لما بقعد لوحدي وخاصه بالليل بكون مرعوبه، بحس اني مش لوحدي، بحس ان في حد مراقبني. كنت خايفه، كنت مرعوبه، دقات قلبي بتزيد، احساس انك متاكد ان حد باصص لك حالا مش سهل. بدات اعمل زي العيال الصغيره، احط دماغي بين رجليا وفضلت اعيط، ما اعرفش بعيط من خوفي ولا من حزني ان حياتي اتحولت غم. في ريحه وحشه جدا زي ما يكون حاجه بتتحرق جسمي بدا ينمل، ساعتها حسيت بصداع رهيب. رفعت دماغي لفوق، شخص وشه متوهج بلون اشبه بالازرق، شكله كان شبه البني ادمين لكنه مش بني ادم، انا كنت متاكده انه مش بني ادم، بيضحك ضحكه خبيثه، عينه فيها شر الدنيا كله، اقرع عنده حواجب تخينه وكبيره، وشه هو الشيء الوحيد اللي باين في الظلمه من التوهج او الشعاع اللي طالع منه. شايفه طشاش من جسمه، جسمه رفيع وطويل، لكني ما ركزتش فيه عشان بدات اصرخ والطم وانهار. بدا يتكلم بصوت الصفير ولقيته بيقول انا لن اتركك ابدا، انا لا احب ان اراك حزينة، ومن يحزنك سوف اعاقبه. فضلت اصوت واستنجد بالناس لحد ما جرس الشقه رن وانا اعصابي مش فيا، مش قادر اتحرك عشان افتح، لحد ما لقيت الباب بيتكسر. لقيت جيراني دخلوا عليا نور النور، كانوا جيران كتير قوي ومخضوضين بيسالوني مالك. قلت لهم واقف هناك، واقف مين ده؟ مين ده اللي واقف هناك؟ سالوني مين اللي واقف هناك. مفيش حد يا بنتي، في حرامي ولا ايه؟ قلت لهم مش حرامي مش حرامي مش حرامي لا. بدأت اطمن وبصيت على المكان اللي كان واقف فيه الشيطان اللي شفته، لقيته فاضي تماما. قلت في سري الحمد لله. وصل بابا في اللحظه دي مخضوض وقال لهم ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ مالكم؟ كان من ضمن الناس اللي دخلوا الشقه واحده جارتنا اسمها زينب. قالت له والله يا حاج ما نعرف بنتك عندك اهي، اسالها لانها صوتها جايب اخر الشارع، احنا افتكرنا بعد الشر جرى لك حاجه فقلنا نيجي نشوف في ايه بس. والشباب الله يبارك لهم كسروا الباب ودخلنا، لقيناها عماله تصوت وتقول واقف ومش هيسيبني وكلام غريب، بس اهي بخير الحمد لله. الحمد لله كمان انك جيت. نزلوا الجيران وابويا قعد معايا وقال لي مالك يا بنتي كنت بتصوتي ليه؟ قلت له شفت مخلوق شكله فزعني طويل واقف بعيد عني، قال لي مش هيسيبني واللي هيزعلني هيأذيه، وانهارت ساعتها في العياط. حضني بابا جدا وقال لي طمني الموضوع ده هيخلص ما تخافيش، خلي ايمانك في ربنا كبير
قلت له نعم بالله يا بابا. احكي لي طيب، عملت ايه انت والشيخ صادق؟ حرقت كل حاجه ماما؟ قال لي والله يا بنتي ما عارف اقول لك، للاسف حرقناها، ولا الحمد لله ان احنا حرقناها، بس خير ان شاء الله. بابا يحكي اللي حصل. شلت الصندوق ورحت بيه انا والشيخ صادق في الجبل، حطيناه ودلق جاز عليه ومسك عود كبريت وقال بسم الله وولعه ورماه وقال لي قول ورايا الايات اللي هقولها يا حاج حسن، وقال جزء من سورة البقرة. كان كل ما يقرأ وردد النار تعلى وتزيد ولونها بيتحول تدريجيا من الاحمر للبني واسود. مش كده بس، الاغرب يا بنتي انه كان بيطلع منها اصوات صرخات، كل ما نقرا الايات دي الصرخات بتزيد. منظر عمري في حياتي ما هنساه يا سعاد. سبحان الله، فعلا اول مره اقتنع اقتناع تام اننا مش عايشين لوحدنا في الدنيا والشياطين عايشه معانا. قلت له الخطوه الجايه ايه؟ الشيخ صادق قال ان حرق كل متعلقات ماما مش هيقضي على الشيطان اللي بيحبني ومش هيقضي على شره. قال لي ما انا جالك في الكلام اهو. بعد ما كل حاجه اتحرقت بدانا نطفي النار، وبدا الشيخ صادق يبص للرماد اللي كان موجود نظره غريبه كده. قلت له ها هنعمل ايه؟ هنمشي ولا انت مستني ايه بالظبط؟ قال لي لا استنى، انا هجمع الرماد ده وبعدين نمشي وهقول لك الخطوه الجايه. قلت له انت تجمع الرماد ليه؟ مش خلاص الكتب والهدوم وكل حاجه اتحرقت؟ قال لي عالم السحر والجن والعلاج بالقران مش سهل ولا بسيط، لازم اركز على ابسط الحاجات واعمل حساب لابسط الاحتمالات. خرج من جيبه كيس بلاستيك وبدا يجمع الرماد، وبعد ما خلص تجميع قال لي بص يا عم حسن، انا حاولت اساعدك بكل ما اوتيت من قوه، ولكن للأسف أنا قوتي محدودة، يمكن لو كنت جيتلي بعد 10 سنين كان يبقى عندي خبرة أكتر أو أعرف أساعدك وأقضي على الجن اللي بيحب بنتك، بس للأسف مش هقدر ولا عارف طريقة لده. ومن أخطر الحاجات اللي ممكن حد يعملها في شغلتنا دي بالذات هو إنه يتخطى حدوده. عشان كده بنصحك تاخد الرماد ده وتديه لشيخ يكون خبير قوي، لشيخ يكون معالج مشهور يعني وبتثق فيه، وتحكي له كل حاجة بالتفصيل الممل. سألت بابا قلت له هو فين الرماد ده وهنوديه لمين؟ قال لي الكيس معايا في جيبي، وخرج الكيس ورهولي. قال لي اما هنروح لمين؟ فدي اكيد مش عايزه سؤال. الشيخ صادق قال لي اروح للشيخ كبير وحد عنده خبره، واعتقد مفيش انسب من الشيخه ريانا. نروح لها كمان وهبالمره نعتذر لها عشان ظلمناها المره اللي فاتت، انا واثق انها كان كل غرضها تساعدنا. قلت له يا رب يا بابا. لحسن انا خلاص بقيت عايشه في كابوس. قال لي ادخلي نامي دلوقتي عشان نروح لها الصبح. هنروح لها بدري وانا كمان هقوم انام اهو. دخلت اوضتي عشان انام، عشان اتفاجئ ان بابا قاعد في الاوضه. ازاي؟ امال لو انت في الاوضه امال اللي كنت بكلمه في الصاله ده مين؟ بدات اتاهي في الكلام واقول له انت جيت هنا ازاي؟ قال لي قربي مني. مالك خايفه ليه؟ خايفه ليه من بابا؟ صرخت صرخه تلقائيه عشان الاقي بابا جاي على الصوت من الصاله، ودخل الاوضه لفيت وشي عشان اشوف بابا اللي كان موجود في الاوضه، وكنت اتمنى انه يختفي ساعتها لكنه للاسف كان موجود زي ما هو. بدا يقرب مني. جاء بابا من بره على صوت صرختي، حط ايده عليا وقال لي مالك؟ قلت له ابعد عني، انت مين فيهم؟ مين فيكم بابا؟ قال لي بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا بنتي؟ نظراتي بين الشخصين دول وانا متاكده ان واحد فيهم بابا الحقيقي، واحد فيهم شيطان متجسد في شكله، يا اما انا اتجننت بقى. بص لي بابا اللي كان في اوضتي وقال لي ابوكي مش هيشوفني، لا محدش يقدر يشوفني او يسمعني غيرك يا سعاد. في لحظه اتاكدت ان كان معايا في الصاله هو ابويا الحقيقي، بدات اعيط وانهار وازعق للشيطان ده واقول له عايز ايه؟ انت عايز ايه مني؟ ما تسيبني في حالي. كل ما زعق كان بيضحك اكتر، وضحكته كانت خبيثه، ضحكه شيطانيه كده، ضحكه ابويا عمره ما هيضحكها ولا عمري هشوف ابويا بيضحكها. مسكني يا بابا الحقيقي وهداني وخرجني من الاوضه وعمل لي حاجه اشربها عشان اروق اعصابي. قال لي في ايه يا بنتي؟ خلاص هانت، ايا كان اللي بتشوفيه خلاص، هنروح للشيخ ريانا بكره هي هتحل الموضوع اطمني. وهديت جدا ودخل بابا معايا الاوضه عشان ينيمني، وبعدها راح اوضته نام، في حين ان انا مكنش جايلي نوم خالص من رعبي. الدنيا كانت ضلمه، كنت لوحدي في الاوضه، حاسه بهمس حواليا، كنت نايم على جنب الشمال، حاسه بصوت زي وش بيقرب من ودني اليمين، لسه جاي هغطي دماغي كلها، في حد عضني من ودني. صرخت واتنفضت من مكاني وفضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. بدات اقرا ايه الكرسي. قمت وانا جسمي كله بيترعش عشان انور النور. بمجرد ما نورت النور لقيت امي. قلت لها ماما انتي هنا ازاي؟ هو انتي ماما بجد؟ ما كنتش عارفه اجمع كلامي وعماله تهته، وهي كمان واقفه قدامي وعايزه تتكلم وبتعيط، مش بتقول جمله واحده على بعضها عشان في حواليها كائنات شبه البني ادمين، اجسامهم مسلوخه تماما من الجلد وطوال قوي. بيعذبوها دول؟ لا، دول كانوا بيمنعوها من الكلام. قلت لها ماما انتي ليه عملتي كده؟ ليه مارستي السحر في البيت؟ فضلت تحرك دماغها وتبص لي بعينيها نظرات توسل، ولكن مش عارفه تنطق بكلمه واحده لان الاجسام دي كانت كاتمه بقها ومنعاها من الكلام.
معرفتش اعمل ايه ساعتها، مسكت عصايه وبدات اضرب في الاجسام دي، لكن ما قدرتش عليهم لان واحد منهم هجم عليا شالني لفوق وطربيا خبطني في السقف، فضل يخبط بيا على الحيطه ويخنقني. بدات الدنيا تشوش قدامي، الصوره بتختفي وامي هي متكتفه من المخلوقات دي تختفي، في حد تاني بيظهر، ده بابا. انا بحلم، صحيت من النوم عمال اقول سيبوها سيبوها، ليه عملت كده، سيبني سيبني. بابا كان عمال يهدي فيا ساعتها، قال لي في ايه مالك، انا دخلت اصحيكي عشان نروح للشيخه لقيتك بتتخانقي وانت نايمه ومش عارفه تاخدي نفسك وعماله ترفصي بايدك ورجلك، لسه جاي اصحيكي لقيت جسمك طار في الهواء، اترزع في الحيطه، وشك كان احمر، عروقك برزت وبداتي تزحفي لحد ما رجعتي. انت رجعتي صراصير ودود وتعابين صغيره، انا بصراحه كنت خايف اقرب منك. فضلت اسمي الله لحد ما لقيتك اغمى عليكي لكنك بتتهزي وبتحركي وبقك بدا يطلع منه رغاوي بيضة وصفرة، افتكرتك بتموتي مني خلاص. فضلت امسكك وفوقك وانادي عليكي لحد ما صحيتي، انا مش مصدق اللي شفته ده لحد دلوقتي، مالك يا بنتي؟ بصراحه احنا الاثنين وقتها كنا مفزوعين وكنا بنحاول نهدي بعض لحد ما ادركت واستوعبت ان اللي كنت فيه ده مجرد حلم. ولكن لو حلم ازاي بابا شافني بطير في الهواء وبرجع حشرات؟ انا مش عارفه حاجه، مش عارف ايه المصايب والهم ده، وقتها كنت بدعي ربنا اني اموت. المهم رحت انا وبابا للقريه اللي عايشه فيها ريانا وعرفنا نوصل للبيت بسهوله. في البدايه رحنا وكان نفس السيناريو، بمجرد ما بابا لمس الباب الباب اتفتح لوحده لانها قاعده بتبص، واول ما شافتنا ضحكت ضحكه عاليه قوي، قالت مش قلتلك يا حاجه عسل انك هتيجي تاني؟ اتفضل 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 يا سعاد. دخلنا، بمجرد ما دخلنا الباب اتقفل لوحده وقعدنا وزي المره اللي فاتت بالظبط، قلبي كان مقبوض من المكان. وبدا بابا الكلام، قال لها حقك علينا يا شيختنا، كنا غلطانين، جينا لك لحد عندك عشان نعتذر لك وتساعدينا. قالت له مفهوم مفهوم، ها لقيت ايه في الدولاب بقى؟ بدا بابا يعرق ويدمع ويقول لها لقيت كتاب، لقيت كتاب اسمه تسخير الجن في الانسان تقريبا، واحد تاني معرفش اسمه، السحر الايه كده، انا مش متذكر الاسامي بالظبط. قالت له جبتهم معاك؟ رد عليها وحكى لها كل اللي حصل من ساعه ما لقينا كتب السحر والتحضير لحد ما جينا هنا. قالت له الرماد ده فين؟ ها هاته بسرعه. ادالها بابا الرماد، مسكته ورفعته لفوق وبدات تبص له كانها ماسكه سبيكه الذهب مثلا. بعدها بصت لريانا وقالت لي افرحي خلاص مشكلتك تعتبر اتحلت. قلت لها بجد؟ فرحتينا يا شيختنا والله. ازاي قولي؟ قالت لي باختصار امك بدات وانت هتنهي. قلت لها انا وبابا في صوت واحد، بمعنى قالت لنا حرق كتب السحر ومتعلقات نجلاء مش هيحصنك من الجن، ولكن بمساعدة الرماد ده احنا هنرجع كل حاجة مكانها ومشكلتك هتتحل. مش فاهمين كلامي صح؟ طيب انت يا سعادة هتنزلي قبر امك، هتفكي كفنها وهتلاقي جثتها متحللة لحد كبير، هتفتحي بقها وتحشري فيها الرماد ده، وهيبقى معاكي ورقة هديها لك هتقري الكلام اللي فيها 3 مرات وانت باصة للجثة، وبعدين تلفي الكفن زي ما كان وتطلعي، بمجرد خروجك من القبر كل حاجة هتنتهي وهتتجوزي، وأي حد يختارك ويتقدم لك مش هيحصل له أي حاجة. ولا أقول لك يختارك هو ليه؟ أي واحد تختاريه أنت وتشاوري عليه هجيبهولك راجع تحت رجليكي، بيطلب إيدك كمان. ها في أحلى من كده بقى؟ في أحلى من إنك تتخلصي من كابوس حياتك وتتجوزي أي شخص تختاريه، وكمان كل ده من غير ولا مليم. أنا عارفة إنك هتوافقي، مش كده برضه ولا إيه يا حاج حسن؟ كل ده وإحنا قاعدين متنحين، كلام ما كانش غريب قد ما الأغرب إن إحنا اقتنعنا بكلامها، رغم ان لو اي شخص في الدنيا قال لي الكلمتين دول عمري ما كنت هوافق. كان ليها طريقه في الاقناع كده غريبه، بتتحكم في العقل وبتخلينا نحب اللي بتقوله ونوافق عليه. فكرت مثلا ان ريانا دي نصابه ومش شيخه ولا حاجه، ولكن ما احنا فكرنا في كده وطلعنا غلطانين، ومن الواضح ان انا مقداميش حل غير كده. ما كانش قدامي ساعتها حل غير اني اوافق. بصيت لوالدي وبدل نفس النظره، وكانت نظره حيره، هز دماغه من فوق لتحت في علامه انه راضي عن كلام ريانا يعني. وبالفعل في تردد كده قلت لها انا موافقه، بصيت وقالت لي اتفقنا، تقدروا تروحوا دلوقتي وبكره 12 بالليل بالظبط هنتقابل عند قبر نجلاء. بابا قال لها ماشي اكتبي عندك العنوان. قالت له عارفاه عارفاه، وجا الميعاد المنتظر. ونزلنا في عز الشتاء والبرق والرعد، المطره كانت محوطانه بتنزل علينا بغزاره لحد ما وصلنا عند القبر. دخلنا، بس خليني اشرح لك التراب اللي مدفون فيها امي لان نظامها كان مختلف شويه. التراب ليها باب مفتاحه مش مع اي حد غير اهل الميتين، كل شخص مدفون جوه اهله معاه المفتاح لباب التراب مش لقبره نفسه. بابا فتح التراب بالمفتاح واستنينا الشيخه ريانا، ولكنها اتاخرت جدا ما جاتش. بابا فضل يضرب كف على كف ويقول طب احنا ما ينفعش نروح لها دلوقتي، هنعمل ايه؟ واذ فجاه صوت من ورانا بيقول سعاد حسن تعالوا.
انا هنا. ايه ده الصوت ده؟ صوت ريانا كان جاي من جوه التراب. طب دخلت ازاي؟ واحب اقولك ان قبر امي في اخر التراب شوية، يعني احنا سمعنا صوت ريانا بس لكننا ما شفناهاش. بدأت اقول السلام عليكم، ده رقم المؤمنين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. ده اللي اتعلمته في كل مرة بزور فيها امي، لازم القي التحية على الاموات ولازم احترمهم ومزعجهمش. طول ما انا ماشي في التراب بفتكر اول مرة جينا هنا، لحظات اخر مرة اشوف البني ادمة اللي دمرت حياتي، لحظات دفن امي. الجو كان ضلمة كحل، حاسة برهبة من المقابر شدة جدا، او مرة حسها معايا والدي ولكني حاسة اني ماشي لوحدي، عمال اترعش وعرق، قلبي بيدق بسرعة لدرجة اني قادرة اسمع صوت دقات قلبي، حاسة بكل قبر بعدي من قصاده اني فعلا معادي مش بعيد اطلاقا، حاسة ان الموت بيناديني. مشينا وصلنا لقبر والدتي ولقيناها بالفعل واقفة قدام قبر امي الله يرحمها. قالت لنا اتأخرتوا ليه؟ بابا قال لها حضرتك احنا كنا مستنينك عند باب الترب. قالت له انا قلت نتقابل عند القبر بتاع نجلاء، ولكني قلت لها هو حضرتك دخلتي ازاي؟ بصت لي بنظرة عينيها المرهيبة وقالت لي مش لازم تعرفي دخلت ازاي، زي ما انتم معاكم مفتاح للترب وبتدخلوا بيه، انا كمان ليا طريق بدخل بيه، بس طريقي بيدخلني اي مكان انا عايزاه. سكوت لثواني وبعدها قالت لي جاهزة يا سعاد؟ قلت لها انا بترعش. جاهزة. جاهزة ليه بالظبط؟ قالت لي جاهزة للي احنا متفقين عليه، جاهزة لانك هتدفني رماد كتب امك في بقها علشان كل حاجة ترجع لطبيعتها. قلت لها اه جاهزة. اه قالت لي جثة امك هتبقى اخر جثة في القبر، هتلاقيها في النص زي ما قلتلك، هتنزلي هتفك الكفن، هتحطي كيس الرماد ده في بقها وتقري الكلام اللي مكتوب في الورقة وتربطي الكفن وتطلعي. قلت لهم يعني بص في الارض وكل خوف، حاضر حاضر حاضر. بدأت ريانا تقرب من القبر، خرجت من شنطتها زي كماشة كده، بصت لها وقالت كلمتين بصوت واطي ما قدرتش اسمعهم، كسرت القفل بتاع القبر بالكماشة. بابا قال لها ايه ده ليه كده؟ كنت تقولي لي اروح للغفير بتاع التراب اجيب منه القفل. قالت له شش اسكت يا حسن، لما بنتك تخرج هرجعه زي ما كان. اخدت كيس الرماد والورقة وقفت قدام القبر مترددة وفي حالة بجد تتحس، لكن عمري ما هقدر اعبر عنها بالحكي. بدأت ريانا تزعق وتقول يلا انزلي بتعملي ايه، ده لمصلحتك ما عندناش وقت. ونزلت اول كام سلمة، دخلت القبر، ريحته من جوه كانت بشعة، ريحة عفن، في جثث في كل حتة، منها اللي من غير كفن وجثث منفوخة ومتعفنة. في موقف زي اللي انا فيه ده الضلمة ارحم من نور الكشاف بتاعي البسيط. بدأت اروح ناحية جثة امي وشفت كفن امي، بدأت اقرب منه. ما كنتش مصدقه ساعتها اني واقفه قدام جثه امي، عمري ما كنت اتصور في حياتي اني اشوفها تاني غير في الجنه، عمري ما كنت اتخيل اني اشوفها في الدنيا تاني، كنت فاكر اني اشوفها في الجنه بس او النار، ما اعرفش، الله اعلم. ما هو اللي اعرفه ان اي حد بيمارس السحر بيروح جهنم، ربنا سامحها ويغفر لها بقى. المهم حطيت كيس الرماد والورقه على الارض وبدات افك الكفن وشلته من على وشها بالراحه خالص. منظر الجثه من شده قساوته كان هيجيلي صرع وانا في الارض. ساعتها بدات اترعش وعيط قدام وش امي، لكن سمعت من بعيد ريانا بتقول اتاخرتي ليه؟ ما عندناش وقت. بدات امسك الكفن وافتح بق امي، لكن ملمس الكفن ما كانش كافي اني ما حستش بملمس الجثه. بمجرد ما حسيت بملمس الجثه جسمي اترعش ولقيتني برجع، فضلت ارجع جنب الجثه لحد ما نزلت كل اللي في بطني، لكني ما يأستش. بدات انظم تنفسي وفتحت بقها وحطيت الرماد وانا في حاله ربنا واحد بس اللي اعلم بيها، وبدات اقرا الورقه اللي كانت موجوده دي. اول ما خلصت الكلام ده معرفش انا كنت حاسس ان القبر بيتهز ولا انا كنت متهيألي، بس انا كان لازم اقرا الورقه. وانا بص في وشها قريت الكلام ده من غير ما افهمه، حتى قريته 3 مرات زي ما ريان قالت لي. وطول ما انا بقراه سمع اصوات غريبه جايه من بره، سمع صوت طبول وكلام مش مفهوم، وريانا زي ما تكون بتغني، مش فاكره كانت بتغني ايه، كل اللي فاكره جمله الله حي الله حي الله حي، صوت ستات بتصوت وبتزغرط، انا زي ما اكون وسط زار من بتوع زمان. بدات اقول يا رب يا رب ساعدني، واخدت نفس عميق، ربطت الكفن زي ما كان وبدأت أسحف ناحية السلم بتاع القبر. وأنا بسحف على رجليا مش شايلاني ولا فيها أعصابي إني أقوم وأمشي. بدأت أسحف وأنا مش قادر أتنفس، عمال أنهج لحد ما وصلت عند السلم. ناديت على بابا وقلت له يلحقني ويطلعني. نزل بابا أول كام سلمة شالني وطلعني. بدأ يقول لي إيه دي حبيبتي أنت بخير، أنت كويسة ما تخافيش خلاص خرجتي. بص بابا ريانا وقال لها إيه اللي حصل لها؟ هي كانت بتقول إيه تحت؟ إيه الكلام الغريب اللي قالته ده؟ قالت له متقلقش.
الكلام ده باللغة السريانية، ودي اللغة الأولى في عالم الجن والصحراء. ما تقلقش يا حسن، أنا عارفة شغلي كويس قوي. رد عليها وقال لها طيب إيه، هنسيبها بالأمر مفتوح كده؟ قلت له لا، ما أنا قلت لك هقفله. مسكت القفل المكسور وبدأت تقرأ عليه بصوت خافت جدا بعض الكلمات ما كنتش قادرة أميزها أو أميز حاجة أصلا من شدة التعب والرعب اللي كنت فيه ساعتها. وقفلت القفل بطريقة ما وكل حاجة رجعت زي ما كانت. بدأت تمشي أنا وبابا وريانا لحد باب التراب، فتحناه وخرجنا. كانت الساعة حوالي 2:30 بالليل. وقال لها ها هنعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي طلبتيه من بنتي وتنفذ اهو. قالت له دلوقتي انتوا تروحوا وتقولي بكرة البيت اي وقت، مش لازم ميعاد معين. هي خلاص ما فضلش غير اخر خطوة واسهل خطوة، مبروك. بعد يوم قصير جدا ولكنه متعب ومفزع، روحنا البيت انا وبابا. مشينا في نص الليل في عز الشتاء والبرق والرعد والمطرة، ومن شدة التعب اترميت على السرير نمت، ما حسيتش بأي حاجة. لقيت بابا بيصحيني بيقولي سعاد اصحي قومي عشان نروح للشيخة ريانا، بقالي بتاع 14 ساعة نايمة. قلت له حاضر حاضر. قمت ولبست، بس الغريبة اني كنت حاسة بفرحة، كنت حاسة براحة بال، كأن متهيألي ان خلاص اللي حصل امبارح في التراب ده كان حلم مش اكتر. نزلت انا وبابا وركبنا القطر ورحنا القرية اللي فيها ريانا، وبنفس الطريقة بتاعت كل مرة بابا بيخبط على الباب والباب بيتجرب البطيء لوحده، بنلاقي ريانا قاعدة وبصلنا. دخلنا، ولكن المرة دي انا ولا كنت خايف من المكان ولا قلبي مقبوض، كنت داخلة بضحك لدرجة اني دخلت حضنتها وبوستها. كنت حاسة بهدوء فظيع، منظر البراويز والمسوخ اللي جواها ما أثرش فيا ولا حسيتهم بيبصولي زي كل مرة. شكل الشموع والجماجم اللي في كل حته في الصاله بتاعت بيتها ما خلاش جسمي يترعش ولا اعرق زي المرتين اللي فاتوا، زي ما يكون كنت مريضه ومع نهايه العهد اللي عملته امي اتعالجت. قالت لينا ها تشربوا ايه؟ قلت لها ما ملوش لازمه نشرب، احنا جايين بس نشوف ايه اخر خطوه دي اللي انت قلت لنا عليها امبارح ونروح. قالت لنا ايه نسيتوا ولا ايه؟ خلاص العهد انتهى، بس لازم اكمل واجبي معاكم. تحبي تتجوزي مين يا سعاد؟ قلت لها انت بتتكلمي بجد يا شيختنا؟ هتجوز اي حد اختاره؟ قالت لي طبعا، ان قلب الحبيب مفيش اسهل منه بالنسبه لي. السعاده كانت على وشي ووش بابا، وبدات افكر مين اكتر واحد ممكن يناسبني. وبعد ما تشاورت مع بابا اخترت شكري. شكري ده شاب اكبر مني ب4 سنين، مستواه المادي كويس جدا، اخلاقه عاليه، متخرج من كليه الطب. اللي اعرفه عنه ان هو مش متجوز ولا خاطب، وكان جارنا يعني. فقلت في نفسي ده عريس ما يتفوتش، وطبعا على حسب كلام ريانا ولا هيموت ولا هيتحرق ولا هيحصل له حاجه زيه زي اللي قبله بسبب الجن العاشق اللي كان عليا. بصيت لريانا وقلت لها انا عايز اتجوز شكري. قالت لي بس كده؟ اوامرك يا سعاد. بابا قال لها لو عايزه حاجه من قطره انا اعرف اجيبها يعني، بس شوفي امتى قطعته في الكلام. قالت له لا لا مش عايزه حاجه من قطره، الكلام ده بيعمله النصابين، انما انا شيخه كبيره بعرف ازاي اجلب الحبيب باسهل واسرع الطرق. قامت ريانا ودخلت اوضه جوه البيت وخرجت. كان معاها زي كاس كده حطته قدامنا على الترابيزه، ولعت عود كبريت وحطته فيه، وبدات تقول كلام مش فاكراه تفصيليا ولكن اقول اللي فاكراه. بدأت تقول اسأل ظاهرا فيا ظاهر اظهر، وبحق طبع الأنوار أن خلصوني منه وأعيدوه أجب الداعية قسراسيل. وكانت ماسكة كيس فيه حبوب ترميه في قلب الكاس. الكيس كان مكتوب عليه بخور الطقش المغربي. وبعد ما خلصت والدخان ملا البيت، جابت قماشة كبيرة لونها أبيض مكتوب عليها نفس الكلام اللي قالته وهي بترمي البخور في المبخرة. قالت لي مدي إيدك وحط إيدك على القماشة. حطيت إيدي وفجأة عورتني مشرط وجعل القماشه بعض الدم. اتخضيت وسحبت ايدي بسرعه، بصيت لي وقالت لي اطمني ما تخافيش، هيألم دلوقتي الجرح بس ده لازم عشان جلب الحبيب يتم. واخر خطوه عملتها هي انها غطت بالقماشه دي المبخره، والدخان بدا يقل والبخور اتطفى تماما. الشموع اللي كانت والعه في جميع اركان الصاله عندها بدات تتوهج اكتر وتهدى بالتدريج. وكل هدوء مسكت ريانا المبخره وهي ملفوفه في القماشه اللي عليها قطرات دمي، وبدات تقول اقتني يا ملاك خلاص ازغيب جان بحق صفات الاسماء وخدامها، يا راء كاف شين عليه الحضور في المكان والزمان المحدد بحق طباع الخدام الجدد، اقتني يا ملاك الخلاص فلتجلب لنا المطلوب، اقتني يا ملاك الخلاص بحق كل امر وكل زمان ومكان، اقتني يا ملاك الخلاص نفذ الامر. غمضت ريانا عينيها ثواني معينة وفتحتها ومسكت المبخرة وهي ملفوفة في القماش، ومشيت بيها لنفس الأوضة اللي جت منها. جت بعدها بثواني وقالت لي مبروك يا سعاد، شكري عريسك هيتقدم لك بعد 4 أيام بالظبط من دلوقتي. بدأت أشكرها من قلبي، وبابا فضل يشكرها ويقول لها لازم تاخدي أتعابك، وكان مصمم يديها فلوس حق كل اللي عملته معانا. وهي كانت بتقول له جملة غريبة جدا، كانت بتقول له لسه العمر طويل وأنا خدت جزء من أتعابي ولسه اللي جاي هاخده.
ما اهتمناش قوي بالجمله دي لاننا كنا فعلا فرحانين من قلبنا. فرحتنا بان خلاص في عريس هيتقدم لي من غير ما يموت او الجوازه تبوظ غطت على حاجات كتير قوي، من ضمنها اننا شبه اتاكدنا ان ريانا دي مش شيخه ولا حاجه لكنها ساحره. بس ايه يعني، حتى ولو عملت اللي عايزينه وخلصتنا من كابوس مفيش مانع لو سلكنا طريق غلط او حرام عشان نوصل للي عايزينه. وعدت الاربع ايام فعلا واندهشنا لما لقينا شكري بيتصل ببابا ويقول لو سمحت يا حاج حسن ممكن اجي النهارده بالليل اتكلم معاك في موضوع. بابا رحب جدا وقال له بيتك تنور في اي وقت، وطبعا هو فاكرنا مش فاهمين بس احنا فاهمين كويس، ده احنا اللي جايبينه كمان. اتقدم لي شكري وبابا وافق وكان مستعجل جدا على الخطوبه والفرح والشقه والعفش وكل حاجه بقى، وكانت نهايه العالم بالنسبه له لو ما اتجوزناش. فعلا ريانا عملت لي خدمه العمر، وعدت الايام عادي واتخطبنا واتجوزنا، وعدت سنه على جوازي انا وشكري واحنا في انتظار اول مولود. سنه ونص، سنتين، بنخلفش. طبيعي كنا نروح لدكاتره ورحنا لدكاتره كتيره واخدنا ادويه ولكن مفيش اي فايده. كان كل دكتور بيدينا علاج شكل ويشخص التحاليل اللي بنعملها شكل. ايه اللي حصل بعد كده هتعرف في الجزء الجاي. هتعرف انا خلفت ازاي، هتعرف مش كل حاجه بنفتكر انها خلصت بتكون خلصت فعلا، في حاجات بتكون لسه مستمرة واحنا مش حاسين. معانا في الجزء الجاي. إن المجهول يتحدث فانصته. هذا الكتاب الذي بين يديك هو نتاج رحلة طويلة مررت بها بصحبة أبطال روايتي تلك. من يعرفني مسبقا يعلم أنني كاتب مشهور، أما من لا يعرفني فسيتعرف علي من خلال صفحات هذه الحكاية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إيه اللي رماك هنا يا ابني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الخطة اللي خدتها على راسك هتخليك مش قادر تفتكر آخر شهر قبل الحادثة. طب هو أنت سميته إيه يا بوراي؟ زايد، هسميه زايد يا ست هانم. كنت عايز تموت نفسك ليه؟ الحياة كلها بقت سودة في وشي وملهاش معنى. يا ابني، يا ابني في سر في البيت ده محدش تقريبا يعرفه. السر ده هو اللي هيحميك. كاين مثل دانتي الخطاط في كونهم بشرا فقدوا القدرة على التفكير لتتحكم فيهم شهواتهم. عبدو لازم نهرب من هنا بسرعة بسرعة في أسرع وقت. أنا أقدر دلوقتي أمحيك من على وش الأرض. يعني هو أنت اسمك جمعة كل أيام الجمعة بالشكل ده؟ الضرب ده بتاع واحدة ماتت محروقة. السلاح غاية وسيلة قوية لا يمكن الاستغناء عنها. خلي بالك يا جمال بيه. مين معايا؟ وأخلي بالي من إيه؟ أمي ماتت يا بابا. ماتت. يا باشا عيب عليك، ده أنا نظير اللي يفهمها وهي بتطير. انا ساحر واقدر اعمل عمل لكمال اخلي حياته جحيم. انا هكون اقوى من الموت، وبكره هبقى رب السلاح في السوق كله. القنابل اليدويه بسرعه يا رجاله. البلد دي عشان تاخد حقك فيها لازم تاخده بالقوة يا بتاع الحكايات. هو ده ممكن افضل خالد وماموتش؟ الجن يقدروا يعملوا كل حاجة بس انت منفذ لهم طلباتهم. انا عشت اقول الحق واخدم الحق، لكن الحق ده ما نصفنيش. طب ما انت ناصح اهو، امال ايه اللي جابك هنا بقى بدل ما انت مفتح كده؟ ولاد المارة جابونا ورا يا باشا. كنت عارف ان الموت قريب وانه هيجي في اي وقت، بس انا ما بحبش الزيارات المفاجأة.
علشان كده قررت اكون انا اللي حدد ميعاد الزيارة. يلا يا مسجون انت وهو، كل واحد على زنزانته. دعني اذا في نهاية كلامي ادعوك الى رحلة في جحيمي ذاك، ولأكون مرشدك داخل حلقات الجحيم التسع. هل تثق بي؟ اذا هات يدك ولنقلب الصفحة معا. رواية خطايا آدم للكاتبين أحمد مسعد وسامي ميشيل، تجدونها بمعرض الكتاب في الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير بجناح دار إبداع للنشر والتوزيع.